جيب وصيغة ثلاثة، ده برضو في مسألة ضلال الصوفية في الربوبية وادعاهم التصرف في الكون وفي الجنة وفي النار، ده الاتجانية كمان. ونحن قلنا أفيون الشعوب، لأنه بنجيب الصوفية في كل العالم، السودان وغير السودان، ده الاتجانية برا. قالوا أحمد التجاني قال أنا ما بسمح لأحد يدخل الجنة قبل ذاته، ولا أحد يدخل تلاميذه قبل تلامذتي. نحن أول ناس، يعني معناته قبل الرسول، معناته أحمد التجاني قبل شنو يا جماعة؟ بيخش الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما في زول بيدخل قبلي ولا بسمح لزول كده. جيبه يوم القيامة لا أسمح لأي ولي بعد الشيخ التجاني أن يدخل الجنة قبلي، ولا أسمح لأي ولي أن يدخل تلامذته قبل تلامذتي. وكأني من المقول لخمين، وكأني أنظر إلى ذلك اليوم. وخنا يتمنى كيبكو قتل اللوشين بقيلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. إجوا التجاني يقول أنا ما بسمح لأحد يدخل الجنة قبلي ولا تلامذته قبل تلامذتي ذاته. وده في غاية من التقول على الله والكذب على الكتاب والسنة. وده ما قال أحمد التجاني براه، ده قالوا برضو عبد المحمود نور الدايم في كتابه قلائد الذهب نتائج الكرة الصفحة 83، قال شنو؟ قال نفس الكلام ده أو بنفس المعنى. قال ومن كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام، لشيخ السمانية كمان قال أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منه ما شئت، أنا في السماء شاهدت ربي. مع أنه صبي بيقول الله ما في السماء، لكن شوف التناغض بتاع عباد القوى. أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته، قال طلع السماء وشاف الله وعلى الكرسي برضو خاطب الله. أنا بيدي أبواب النار غلقتها، انتبه، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس. وده كلام من أبطل الباطل، بل هو أبطل الباطل، يدعيه الصوفية في تصرفهم في الكون في الدنيا وفي الآخرة.